لطيف حاضرة في سوق ليبيا اليوم. هذا الشاب يزور سوق الملابس المستعملة باستمرار. مليحة شوية السلعة الأخ. مليحة الله يبارك. ما شاء الله. عجباتك؟ لا فوق بزاف. والسومة وش رايك في الأسواق؟ السومة شوية غالية. يعني بارابور للجديد ولا واش رايك في لا كاليتي والبري؟ هي كاليتي هذه خير، كاليتي هذه المايا، والبري شويه غالي بارابور للجديد. كاش ما شريت كاش ما ولا هذا وين لحقت؟ نو شريت جاي مصيف على جال هذا العفايس. انا نشوفك شما خير يوم الجمعه. هذه هي. وموالف تشري غير في تبسه ولا كاين بلايص واحد اخرين بزاف؟ نو شري هنا بزاف، بس معروفه بهاد الحفايس. يبحث بين هذا الكم الهائل من الملابس علّه يجد ما يليق به. يبدو أن الأسعار مرتفعة بعض الشيء، لكن جودة هذه القطع تفرض على هذا الشاب اختيارها. شحال ساعدني فيها؟ هذه 260 درني بري. درني بري 260؟ 260 بزاف. 260 فيها حاجة قليلة. بزاف. فيها حاجة قليلة. شحال تبدا بري من الآخر؟ 260. نعطيك 200 فيها. ربي يجيب دراهمها. بالك زيد تختار ساعدني. ربي يجيب دراهمك وجا كاش ما فيها درك نح. كاش ما كان فيها درك نح. زيد ندي عليك حوايج. كي تلقى درك نساعدك في الحوايج الاخرين. صافي اخر سومه. نحسبك 250. هذه قلت. بالك زيد معد. بالك زيد ساعدني. مريقله مريقله. مريقله. مريقله ان شاء الله. بعتها ما فيها السونسير، بعتها ب 300. ما فيها السونسير. الاخرى بعتها ما فيها. تاع السونسير خير. جينيك. السعر ليس ثابت في البيع والشراء عند هؤلاء. الشاب يصر على تخفيض ثمن هذه السترة، والبائع من جهته يحاول كسب أعلى ثمن مقابلها. رجعها.